مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازم على تتبع قضية تامي بن ناني. الجلسة شيئا ما الحارقة اليوم، والحضور ديال الشهيدة سلمى وكذلك مولات النعناع وأطراف أخرى. غادي نشوف مع الأستاذ علي رضا زيان كيفاش شاف الأمور وعما قريب غادي يدخلوا المرافعات والملف على وشك الانتهاء ديالو. أستاذي الفاضل، اليوم شفتي سلمى سؤال السيد الرئيس، عطيتو انتم اسئله وكذلك مولات النعناع، النقط التقويه في الملف. الشهيده اللي كانت صديقه ديالهم وكتقرا معاهم شاهدتها غير مقنعه، لان تجي تقول لي انا الولد ما كنعرفوش، ما بيني وبينه والو، بواحد العصبيه، شفنا الطريقه ديال الكلام، الطريقه باش توجهت الام ديال تامي بن ناني، كنحسو بواحد الانسانه المهم على اعصابها. وتجي تقول لي انا واحد السيد ما كنعرفوش ما بيني وبينه والو، ولكن لغدا في الصباح لاحظت بانه كان غائب، ومشيت كنقلب على الهاتف باش نعيط له نسولو كيف بقى، غير مقنع. لان شي واحد ما عندكش معاه علاقه ما طلعتش كاع الغياب ديالو بيني وبينك، علاش غادي تسول شي واحد اللي بون ما بينك وبينه والو؟ هادي من جهه، ولكن المهمه هي الشهاده ديال السيده اللي البائعه ديال سيكوك ماشي النعناع في ديك البلاصه، اللي هي لقات الجثه وكتوصفاتها لنا بدقه، كانت ملويه في واحد الباش، جثه ملويه في خنشه، وصفات لنا اللون ديال الخنشه والاشجار كيفاش كان. دونك يعني الشهاده كانت دقيقه، يعني ما واش من مصلحه عندها ان هاد السيده ما تنقاس. قالت كذلك بانه منشقه على الراس. قالت لان الراس كان في بلاصه وجوته في بلاصه، فعلا كانوا منفصلين بجوج. انا استاذي الفضيل عندي معك سؤال، بحكم انت مهم في الملف وانت مطالب الحق المدني كتنوب على تامي بن ناني. السؤال يتعلق، الى شفتي معنا في الفيديو السابق اللي دارت المحكمه انه اعاده تمثيل الجريمه، تيقولوا حطيناه على مقربه شيئا ما من الراس، يعني البدايه ديال الغابه. السيده اليوم كتقول لك لا، لقيته في مكان وسط الغابه. هاد المفارقه كيفاش جاتكم نتوما؟ بحال اللي قلت لك، هاد السيده هادي ما شافت شكون اللي قتل، ما عندها علاقه مع حتى شي واحد، سيده بعيده كدير التجاره ديالها، كتسترزق طرد الخبز تما، لقات واحد الجثه جات تكذب عليا. اللي في مصلحته يغير الحكايه هو المتهم باش يشوف كيفاش يهرب من العقاب. اللي واحد السيده كتجي كتوصف ليا الجثه كيفاش لقاتها، شنو المصلحه عندها انها تكذب عليا؟ اللي واحد كيقول الحقيقه واحد ما كيقولش الحقيقه. انا كنتيق الشهيده، لان شهادتها مضبوطه، ماشي كل مره كتجيب لي حكايه ودقيقه بالالوان بالوصف هو هذاك، المهم واحد وما عندناش حتى شي مصلحه انها تكذب علينا. فبالتالي انا كنفضل نتيق بها هي وما نتيقش المتهمين اللي كل مره كيعاودوا لنا خرافه. كطالبوا بداك القرص وكطالبوا كذلك بالخبره على الهواتف من 11 الليل، مجموعه من النقط كترجوها للهيئه، شنو القرار الهيئه استاذ؟ لا ما جاوبتناش الهيئه على هذا الشيء، كل شيء ضمته الجوهر وحدت لنا التاريخ ديال نهار الجمعه مع 3 د العشيه من اجل المرافعه. صافي سالينا طوينا الملف، غنرافعوا حنا ومن بعد غادي يرافعوا المتهمين، ربما نهار الجمعه ترى يرافعوا يرافع السي الوكيل العام، حنا نشوفوا شنو غادي يكون قراره. ولكن نهار الجمعه نجيو مع 3 نبداو المرافعات، تكون الامور واضحه. الملف على وشك الانتهاء ديالو، وصلتوا مرحله المرافعات. صافي مورا صافي كيخرج الحكم، ربما تبقى الجلسه ديال الاثنين الجاي، تكون ربما الاثنين الجاي نسمعوا الحكم. انت جاهز استاذ؟ على نظرا للمعطيات الجديده وضيق الوقت 7 د العشيه، بون انا التمس المحكمه راه تعطيني بعدا على الاقل بهذا الشيء اللي سمعت اليوم، تعطيني بعدا واحد الوقت باش نوجد المرافعه ديالي. هذا طلبته منه، ما يمكنكش تجي تقول لي رافع دابا، ما كنتش جاهز. المحكمه مشكوره استجبت للطلب، عطاتني 4 ايام ولا 3 ايام، اللي بقات 3 4 الخميس 3 ايام نجهزوا المرافعه، نقدوها مع هادشي اللي وقع اليوم، ونهار الجمعه ان شاء الله نعطيو الموقف ديالنا للمحكمه.
الله يوفقك استاذ فهد المعطيات. مشاهدينا الكرام، استاذ علي رضا زيان كان معي صريح، عطاني مجموعه من النقط كما قلت في السابق، الملف على وشك انتهاء ديالو. نعلم جيدا في الملفات الجنائيه لما يصل ملف المرافعات، هذه المراحل الاخيره، المرافعه ديال الطرف المدني، مرافعه الدفاع ديال المعتقلين، والنيابه العامه والمداوله من بعد بطبيعه الحال. نعم، النيابه العامه ثم الدفاع ديال المعتقلين، والملف كيمشي للمداوله. ما هو الحكم الصادر في الملف؟ مشاهدينا الكرام، ملف تامي بناني، قصه لا تنسى من 2007، مجموعه من الاشكاليات اللي في الموضوع، واخيرا في هذا الشهر 2023 غادي يصدر الحكم في هذا الملف. ننتظر غادي نشوفوا المرافعات، لان المرافعات هي المراحل القويه والاخيره التي تصب في جوهر الموضوع، اللي كل طريقة ديالو في الاطار القانوني كيفاش غادي يشوف الملف من الاول. المرافعه ديال الطرف المدني، المرافعه ديالهم دقيقه في الموضوع، كيعطيو نقط قويه التي تفيد في القضيه، وكذلك النيابه العامه، ثم دفاع الخصم ديال المعتقلين اللي له توا مجموعه من المعطيات سوف يدافع بقوه من اجل يوصل النتيجة، والقضاء في الأخير هو صاحب القرار. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيثيات القضية. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.